إذن بينما ننتظر ماذا سيقول إيمانويل ماكرون، سنتحدث من جديد إلى حسين قنيبر. حسين، ما الذي يحصل عندك؟ ضعنا في أجواء ذلك. بدأ الرئيس كلمته الآن، كما قلت لكما قبل قليل أنه سيصل بعد دقائق، وهو وصل الآن وبدأ كلمته للتو. لو شئتما أن نستمع إليها، الأمر يعود لكما طاهر. نستمع ونعود إليه. نستمع إليه. شكرا حسين. مواطني الأعزاء في فرنسا وفي ما وراء البحار وفي الخارج، هذا اليوم يوم الأحد العاشر من أبريل، كنتم أكثر من 36 مليون عبرتم عن هذا الحق الذي تم اكتسابه من طرف الأجيال السابقة، لا هو الحق في التصويت. وأود أن أوجه الشكر لكافة المواطنين والذين منذ الدورة الأولى صوتوا لي. إن ثقتهم، إن ثقتكم له شرف لي وتجعلني ألتزم تجاهكم. تستطيعون جميع النساء ورجال أن تعتمدوا علي من أجل تنفيذ مشروع التقدم والانفتاح والاستقلال الفرنسي والأوروبي والذي دافعناه طيلة هذه الحملة الانتخابية. أود أيضا أن أشكر كل أولئك نساء ورجالا، ويوجد من بينهم البعض هنا إلى جانبي، والذين خلال هذه السنوات الأخيرة أعطوا الكثير في كل ربوع الوطن. أعطيتم ثقتكم وعملكم أيامكم ولييكم، وأنا أعلم ما يجب علي أن أقدمه لكم. شكرا لكم. وأدعو كافة أولئك منذ ست سنوات حتى هذه الليلة التزموا للعمل إلى جانبي ولتجاوز خلافاتهم من أجل التوحد في حركة سياسية كبيرة من أجل بلادنا. أود أن أحيي جميع المرشحين في الدورة الأولى: ناتالي أرتو، نيكولا دي بورتينيون، آن إيدالغو، يانيك جادو، جان لاسال، جان لوك ميلانشان، فاليري بيكريس، فيليب بوتو، فابيان روسيل، وإريك زمور. شكرا لكل الرجال والنساء، وأشكركم على تحيتهم. شكرا جزيلا. لأنه ومنذ البداية ومنذ الأزل نحن ندافع عن قناعات بقوة، ولكننا نحترم الجميع نساء ورجال، وأود أن أوجه لكم الشكر على ذلك. إني أدرك مدى خيبة أمل المرشحين والمرشحات الذين ذكرت أسماءهم، وكذلك من أيدهم من بين الناخبين. إن ديمقراطيتنا ثرية بفضل أولئك الذين يدافعون عن أفكارهم بقوة وشغف. شكرا لهم. وأود أن أشكر أني إيدالغو ويانيك جادو وفاليري بيكريس وفابيان روسيل، والذين عبروا خلال هذه الليلة عن دعمهم لي.
وأدعو جميع مواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم وبغض النظر عن خياراتهم في الدورة الأولى، أدعوهم للانضمام إلينا. البعض سوف يفعلون ذلك للتصدي لأقصى اليمين، وأنا مقتنع تماما بأن هذا سوف لن يؤدي إلى دعم مشروعي، وأنا أحترم ذلك، وهذا ما قام به على سبيل المثال جون لوك ميلانشان. ولكنني أود في هذا المقام أن أوجه تحية لوضوحهم تجاه أقصى اليمين وللتصدي لأقصى اليمين. ولكن في هذه اللحظة الحاسمة لمستقبل الأمة لا يجب أن تكون الأمور كما كانت عليه في السابق، ولذلك فإنني أود أن أمد يدي لكافة أولئك الذين يرغبون أن يعملوا من أجل فرنسا، وأنا مستعد لابتكار شيء جديد من أجل توحيد القناعات والحساسيات المختلفة بغية بناء معهم عمل مشترك في خدمة أمتنا في السنوات القادمة، فهذا هو واجبنا. لكافة مواطنينا الذين امتنعوا عن التصويت أو صوتوا للأقصى اليمين أو أقصى اليسار، لأنهم ربما يشعرون بالغضب إزاء عدم المساواة والفوضى الإيكولوجية، وكذلك صعوبة العيش بكرامة حتى عندما نعمل بجد، أو أنهم ليسوا ممثلين بشكل جيد أو لا تسمع أصواتهم. أود أن أقنعهم أنه في الأيام المقبلة بأن مشروعنا سوف يرد بقوة عكس مشروع اليمين أو أقصى اليمين إذا تحديات الزمن، يمكن لكم أن تعتمدوا علي. لأننا لن نخطئ، فلم تحسم الأمور بعد، والنقاش الذي سوف نجريه في 15 يوم المقبلة هو حاسم لبلدنا ولأوروبا. Voulons-nous d'une France